اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وكالعاده ايضا نبدا باهم نتائج مباريات اليوم. النهارده كان في مباراتين، اليابان وكرواتيا، وانتهت هذه المباراه بتاهل الفريق المنتخب الكرواتي الى الدور الثمانيه من خلال فوزه على المنتخب الياباني بثلاثيه مقابل هدف ولكن بركلات الترجيح والتعادل الايجابي في الوقت الاصلي والوقت الاضافي في من عمر المباراه بهدف لكل فريق او لكل منتخب. والمباراه دي الحقيقه كان الكل متوقع ان يفوز الفريق الكرواتي، ولكن استطاع المنتخب الياباني ان يصمد حتى النهايه. اما في المباراه الثانيه استطاع ان يفوز المنتخب البرازيلي باربعه اهداف مقابل هدف امام كوريا الجنوبيه في مباراه الشوط الواحد، اربعه اهداف في شوط ثم تريح تماما في الشوط الثاني. خليني ابدا مع محللنا ونتكلم عن اولا نبدا بمباراه اليابان وكرواتيا. هذه المباراه لم يكن احد يتوقع ان تصل المباراه الى ركلات الجزاء. كنا كابتن المباريات خلاص دخلت في وقت الجد بقى، خلاص مباراه دور 16 والكل اكيد مترقب اللقاء. النهارده كان لقاء اليابان وكرواتيا، الكل اكيد كانت كرواتيا بالنسبه للناس هي المرشح الاوفر حظا، خاصه بالخبرات الكبيره اللي بيملكها اللاعبين. يعني انت بتتكلم في لوكا مودريتش، بتتكلم في بريزيتش، بتتكلم في بروزوفيتش، بتتكلم حتى في حارس مرمى منتخب الكرواتي لوكوفيتش، حارس كويس جدا، عندك لوفورين، عندك لعيبه تقدر انها تصنع الفارق بالنسبه لخبراتها قدام منتخب اليابان. ولكن منتخب اليابان بجد منتخب محترم، منتخب قدم مباراه كبيره جدا قدام طبعا منتخب كرواتيا، وهو بيقدم كمان يعني بطوله كويسه جدا، سواء كان في مجموعه متصدرها كان فيها اسبانيا، كان فيها المانيا، كان فيها كوستاريكا، كسب اسبانيا، كسب المانيا، فاكيد منتخب اليابان احترامه. النهارده اللقاء يمكن كان شبه كده، كان في سيطره من المنتخب الكرواتي في الشوط الاولاني، ولكن كان فيه هجوم من وقت لاخر طبعا للمنتخب الياباني، وكان خطير جدا ايضا على المنتخب الكرواتي لحد ما كان تقدم المنتخب الياباني طبعا بهدف، كان هدف مهم جدا لميدا، ده بيلعب في سلتيك الاسكتلندي من عرضيه، وحصل كده لخبطه في يعني في منطقه الجزاء، الجون موجود حتى هنعرضه. الكوره كانت يعني عرضيه اتلعبت في المساحه داخل منطقه الجزاء، اللعيب قدر ان هو يستغل المساحه دي وقدر ان هو يسجل، كان هدف يعني كويس جدا بالنسبه للمنتخب الياباني، عشان بعد كده المنتخب الكرواتي قدر ان هو يسجل هدف عن طريق بريزيتش. بريزيتش لازم الناس تتكلم عنه بشكل كويس، لان النهارده سجل للمره السادسه في تاريخه طبعا في كاس العالم. النهارده بريزيتش بيسجل المره السادسه، دي ثالث نسخه يسجل فيها في المونديال، سجل في 2014 و18 ودلوقتي سجل في 22، وده هدف بالنسبه له يكون تاريخي جدا، يعادل رقم لميسي ولرونالدو ان هو موجود في ثلاث نسخ لكاس العالم. اعتقد مباراه بعد حتى ما وصلت لضربات الجزاء ابرز ما كان يعيبها هو المنتخب الياباني ما كانش مركز تماما، ده الهدف، يعني ده هدف المنتخب اعتقد الياباني. زي ما حضرتك شايف يا كابتن كده، بص في يعني في عدد كبير وفي في هدف كرواتيا، هدف كرواتيا، بص يا كابتن في عدد كبير جدا من المنتخب الكرواتي جوه منطقه الجزاء. بص لوكا مودريتش موجود على منطقه الجزاء مع كوفازيتش طبعا لاعب تشيلسي، العرضيه هتتلعب، لو هنمشي الكوره هتلاقي العرضيه اتلعبت، بص يا كابتن بريزيتش هو اللي هناك خالص، وهتلاقيه لعب الكوره بقوه كبيره جدا في مرمى المنتخب الياباني بقوه كبيره قوي، ساكن طبعا شباك الحارس، فده اعتقد هدف مهم جدا منتخب الكرواتي. يمكن في ركلات الترجيح ما كانش مركز المنتخب الياباني بشكل كبير، ما كانش متمرن عليها، وضيع طبعا ثلاث كرات كانوا مهمين جدا عشان يفوز المنتخب الكرواتي، ويبقى منافس صعب جدا لمنتخب البرازيل. عمر، المباراه دي واحنا بنتفرج عليها قلنا انه الفريقين او المنتخبين متساويين تماما في طريقه اللعب، او يعني كل او معظم الارقام قريبه جدا من بعض. ايه اللي خلى المنتخب الكرواتي يتالق او ان هو يستطيع ان يفوز في هذه المباراه ويصل الى المباراه النهائيه، المباراه اللي بعد كده؟ مباراه دور الثمانيه، اول حاجه هو الفضل كله يحسب ليفاتوفيتش اللي هو حارس منتخب كرواتيا. راجل صد ثلاث ضربات جزاء من او اربع ضربات جزاء من خمس ركلات تم تسديدها عليه. واللي بياكد الكلام ده هو لوكا مودريتش، بعد المباراه راح كابتن الفريق راح علشان يبوس دماغ حارس المرمى بعد التألق الكبير اللي عمله. ولكن عندنا يعني زلاتكو او المدير الفني لفريق لمنتخب كرواتيا تقريبا كان عايز المباراه تروح لضربات الجزاء. ليه؟ شفنا من الدقيقه 70 في الشوط الثاني والماتش 1-1 تقريبا الهجمات منعدمه من الفريقين. انا بعتبرها الحقيقه ان دي ممكن تكون اقل مباريات دور، صح بالظبط، اقل مباريات المونديال عموما من صحيح. اول دور المجموعات لمباريات دور ال 16 طبعا بنتكلم ليفاكوفيتش رجل مباراه اليابان وكرواتيا بالزبط. ودي ارقام، اتفضل يا عمر. اربع تصديات، ثلاث تصديات من اربعه، فاليابان كانت مقصره بشكل كبير جدا جدا جدا
في تدريباتها على ضربات الجزاء. الراجل هاجيمي اللي هو المدير الفني لفريق لمنتخب اليابان كان بيلعب على كرة واحدة بس، ان هي الكرة ما توصلش لمارسيلو بروزوفيتش لاعب منتخب كرواتيا. كان بيقفل عليه بمايا يوشيدا ان هو علشان الكرة ما توصلوش، فبالتالي لعيبة المنتخب الكرواتي على قد ما بتقدر كانت بتحاول تطلع الكرة على الاطراف فبيحصل ضغط، فبالتالي منتخب كرواتيا كانت الكرة صعبة توصل لوكا مودريتش، وده كان بيكون مكمن الخطورة ان الكرة وصلت لوكا مودريتش او ايفان بريزيتش في خط الهجوم. وده اللي شفنا الكرة دي اللي جه منها الجون، يعني الكرة اللي طلعت للوكا مودريتش هي اللي راحت لايفان بريزيتش وقدر يصنع منها الجون الاول. في المقابل جون اليابان هنشوفه بيتكرر تاني، دي جملة محفوظة من المدير الفني وشفناها زي ما شفناها في ماتش كرواتيا، شفناها في ماتش اسبانيا، وشفناها في ماتش المانيا، ولكن الفرق بس في اختلاف الاماكن. ادي جون اليابان، ده جون اليابان بالظبط، المهاجم جوندو اهو بالظبط نزل. لو تلاحظ يا كابتن في ماتش اسبانيا كانت الكره راحت على الخط وهو راح بالظبط، وهو راح دي اللي خرجت صحيح. منتخب المانيا من كاس العالم، هو راح لحقها ولعبها، كان المهاجم نزل في قلب الهجوم وقدر يسجل الجون الاول. هي جمله مكرره بالظبط، هي جمله مكرره، وشفناها برضو في منتخب المانيا لما اسانو البديل المهاري جدا والبديل الرائع ويعتبر من افضل البدلاء في كاس العالم حتى الان، او افضل تبديله ممكن هو ياخدها في كاس العالم، لما نزل في ماتش المانيا شفناها بس كانت من ناحيه اليمين، الكرة برضو نزلت المهاجم نزل لقلب منطقة الجزاء علشان يفضي مساحة في النص، واتلعبت له من ناحية اليمين عند مانويل نوير وسددها أسانو علشان يخلق أو يسدد الجون الثاني، ودي كان أحد أهم أسباب خروج منتخب مؤهل جدا لأنه هو كان يفوز للبطولة منتخب ألمانيا. فالنهاردة بنتكلم على اليابان وكرواتيا، هي مباراة تعتبر الأسوأ في المونديال، الاثنين المدربين لعبوا على قد المباراه بالظبط، الاثنين المدربين اعتقد ليفاتوفيتش الحارس منتخب كرواتيا يعني يصل بالمنتخب بالظبط، هو كلمه السر، ده ردا على سؤال حضرتك، هو كلمه السر في التاهل منتخب كرواتيا النهارده. واحنا بنتكلم دي الارقام النهائيه لاحصائيه هذه المباراه، ويعني حتى المنتخب الكرواتي 59% والمنتخب الياباني 41%، دي نسبة الاستحواذ. إذا في النهاية هي مباراة بيرى البعض أو بيرى الجميع الحقيقة إن هي الأسوأ من الناحية الفنية طبعا في مباريات الدور ال 16.